كل شي صار بسببي. معك حق، لو كنت صريح مع أمي هداك اليوم ما كانت صارت المشكلة. جرحتك كتير، بعرف هالشي، أنا يلي غلطت وأنت تعاقبتي. أنت لسه ما صار لك شهر بهالعيلة وهيك صار معي. ليك أمي هانتك، جانا بوس إيدك. هذا الشيء ما بيعتبر إهانة أبداً. نحن عائلة وهالقصص بتصير بكل العيال، ما هيك؟ لازم نحن ننتبه أكتر مشان ما نعلق بهيك قصص. إذا تعاملنا بهالطريقة هي أكيد ما رح نتورط بقصص مثل هي طول ما نحن محترمين العيلة. شو قصدك؟ بدي اياك توعدني حتى لو شفت امك عم تغلط معي انك ما تعصب عليها، وما بدي اياك تدافع عني ابدا. بس انا اسمع، هيك رح تكبر المشكله واكيد رح نتعذب كتير، واذا تعذبت انت انا كمان. كمان انتي هالشي رح يجرحني كتير. اخي هاي شايك. تفضل بابا. ايه حبيبتي، يسلموا. امي هاي حطت لك كاسك هون. فينود خد هالمصاري. مصاري؟ منك انتي؟ بس امي انتي من وين جبتي المصاري هي؟ من فارشا اخذت وديعتها. بس ماما والله ما كان في داعي لهالشي، كنت رح دبر حالي بشي طريقة، بعدين رح اقبض راتبي شي 10-15 يوم تانيان. وقتها رح نكون تأخرنا كتير، بعدين مو بس الطوق، بدنا نجيب لها التعليقة كمان، راتبك ما بيكفي لكل هاد. وحتى هنن بدهن الأساور اللي أعطيتها لأختك. لازم نرجعها هي والطوق سوا، ما بيصير نطنش هيك. حمات أختك ذكرتني فيها وقت كانت عندي. حبيبي بعرف مطولة الوديعة الثانية لسه، وفيشاليا وديعتها لسه بدها كتير. أنا بعرف إنه فارشا صار لازم تتزوج، وأنت بدك مصاري كتير وخصوصي بهالوقت هاد، بس إن شاء الله كل الأمور محلولة. المهم أنت لا تنهم كتير، في عنا ضمانة. تتذكر إنه أمي أعطتني بيت صغير بالضيعة من بيعه؟ مصاري مو كتير بس فينا نمشي حالنا فيه، ووقتها رح نرجع وديعة فارشا مرة تانية. سوشنا، لشو كل هاد؟ ما عاد بدي تنحرج جانو بعد هلأ مرة تانية. بتعرف حماتها بطبيعتها بتتعامل بلقب، يعني قديش مفكر رح تصبر علينا؟ الله أعلم بهالوقت شو عم تفكر بنتي. شو عم تعملي؟ تركي من إيدك، ليش عم تشتغلي؟ روحي ادرسي يلا. فهميني، ليش هيك عملتي مبارح؟ ليش انتي سكتتي له؟ مو منيح هيك. بعرف انه انتي مظلومة ومدري شو، وسكتتي كأنه الحق عليكي، ليش ما رديتي عليها؟ يعني شو كان بدك يعني يقول؟ أنا بقلك ما كان لازم تسكتيلها أبداً، كان لازم تبهدليها.
بكل بساطة عن جد كنتي بسطتيني، كنتي ما خليتيها تنام طول الليل. بس يا حسرة ما طلع بإيدك تعملي شي. تعرفي أمي بتضل تشخر طول الليل وأنا بسهر على صوت شخيرة. ليكي إذا تخانقتوا شي مرة تانية لو سمحتي حاولي ما تخليها أبداً إنها تربح عليكي. وإنتي معك الحق، تعرفي شو نفسي أعمل؟ نفسي نام ليلة بس ليلة واحدة بدون ما أسمعها عم تشخر. زبطيها وإلك مني أحلى هدية. أخي؟ كيفك جانو؟ كيف صحتك؟ كتير منيحة. أمي؟ أمي إجا أخوها لجانا لعنا. وإنتي كيف صحتك؟ تمام. وبوني منيحة؟ كمان منيحة كتير. صباح الخير. جاييني من وش الصبح؟ جيت وجايب لك السنسال معي. بالله جد؟ برافو عليك إنك إجيت بكير يا سيدي، أنت الوحيد اللي بيقدر الواحد يعتمد عليه. بس باقي العيلة مو خرج إني اعتمد عليهم. بس ما تكون اتعذبت لحتى جبت الطوق بهالسرعة هاي. ما في داعي تجاوب، بس ما تكونوا زعلتوا من حكي امبارح. هالحكي اللي حكيته كان لازم أقوله، ما بس سألت عليكم شوي. بس يعني كان الحق عليكم انتو، بس يعني يلي بيحكي الحق اكيد ما بينزعل منه. بعدين حكي بيضل حلو قد ما كان قاسي، مو هيك جانو؟ وكمان هاي بنتي فيك تسألها. انتي ليش واقفة هون وليه؟ روحي اشتغلي احسن ما عضك عضة شي شايفة من ايديك. روحي يلا لشوف. أهلين، أهلا وسهلا، أهلين، البيت بيتكم، أهلين، تفضلوا، هاتي عنك. قبل كل شي حابة إني شوفه. واو، يا سلام عليك. بس أنا قلت لها مشان تبعت لي هدول الأساور الحلوين. جبناها، جبنا لك إياها. يا سلام، هذا هو الحكي الحلو، فكرت رح تاكلوها علي. والله نحنا كل جايتنا لعندك بس مشان نجيب لك إياهن. أيوة، فيك الخير. بحمدك وبشكرك يا رب، وأخيراً صار اللي أنا بدي إياه وما بقى بدي شيء. مدام سافيتا، بدي أطلب منك طلب. لا بقى تتخانقي أنت وجانو، ويا ريت تنسي كل يلي صار بالماضي. أكيد، ولو نحن منضل عيلة واحدة. حبيبتي جانو صارت مثل بنتي الثانية، هي الأولى وهي الثانية. اسمع شو بدي أقول، بدي اياكم تعتبروها كأنها قاعدة ببيت أهلها، ما عدتوا تسمعوا إن تخانقنا. يلا انتي روحي حطي أكل بسرعة، جماعة لسه لهلأ مو أكلين شيء. عذريني عذريني، ما في داعي تسوي شيء. خليك قاعد، لسه لهلأ ما فطرنا، ما أكل كام لقمة. نحن هلأ أكلنا وطلعنا، شكراً كتير إليك. ألف صحة وهنا. خدي يا حبيبتي، خلي هدول معك، خبيهن وديري بالك عليهن منيح. مانوشا، ديري بالك على جوزك منيح وعلى بيت عمك. شو جاي على بالي عضك وعضن وضل عم عض فيكن عض. صرت تحبينا انا وبيت حماي؟ ايه لا، وعم توصيني عليهم؟ الله يجيرنا، يمكن بدها تدبر لي شي مصيبه مع بيت حماي. شرفتونا. هاتي انا بخبيهن.
الله أعلم أمي شو ساوت حتى جابتهم. بتكون هلأ مقهورة وزعلانة، وهي أصلاً ما عادت تحمل زعل. والله خايفة يصير لها شي قصة. شو الله بلاني بهيك حماية؟ يا ربي دخيلك ساعدني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.